نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري البطولة الرياضية السنوية لأفرع الجامعة من مختلف محافظات سلطنة عمان لعام 2023. وجدنا أن هناك مواهب رياضية تبدع وأيضا تصقل مواهبهم، ويستطيع القائمون من الجانب الفني تفنيد هذه القدرات والإمكانات الرياضية والمواهب الرياضية في شتى أنواع الرياضات، وانتقاء المجيدين منهم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات وتمثيل السلطنة خير التمثيل خارج السلطنة. أتى تنظيم البطولة بمشاركة 350 رياضي في رياضة كرة القدم وكرة الطائرة وكرة المضرب والشطرنج التي انطلقت في 23 من يناير الماضي. كرة القدم كان نظام مجموعات، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ومن ثم تأهل الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل ثالثين، وتم عمل من ثم ذلك أدوار إقصائية. وأيضا الحال في كرة الطائرة تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتم عمل ما يسمى بالمقص. وكان في لعبة الشطرنج تم عمل دوري ما بين الطلبة، ومن ثم تأهل أفضل لاعبين وتم لعب المباراة النهائية. وقد تميزت هذه البطولة في نسختها 21 بمشاركة جميع أفرع الجامعة بالاستثناء، مما أعطى البطولة تنافسا قويا بين فرق الجامعة في جميع الرياضات. شاركت في بطولة تنس الطاولة، وفضل من ربي حصلت المركز الأول الحمد لله. قابلت لاعب من تطبيقية نزوة، وكانت المباراة جميلة وقوية، وفزت عليه 3 أشواط. وفي ختام البطولة التقى فريق الجامعة بعبري وفريق الجامعة بشناص في نهائي مثير لكرة القدم. تمكن فريق الجامعة بشناص من انتزاع اللقب، كما فاز بالمركز الأول في كرة الطائرة فريق الجامعة بالمصنعة. أما في الألعاب الفردية فقد حصل اللاعب مهند الحبسي من فرع الجامعة بمسقط على المركز الأول في كرة المضرب، وفي لعبة الشطرنج فاز اللاعب أحمد الخروصي بالمركز الأول من فرع الجامعة بالمصنعة. اكتشاف المواهب الرياضية لطلبة الجامعات يأتي عن طريق إيجاد بيئة رياضية مثالية لاكتشاف المواهب وإبرازها. من المجمع الرياضي بولاية عبري، سالم بن هلال الشعيلي، محافظة الظاهرة.